فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لماذا كانت الاستغاثة بالأموات عبادة مع أن الاستغاثة بالأحياء ليست بعبادة؟ الأحياء يقدرون على الإغاثة إذا كان فيما في استطاعتهم أن يغيثوا من استغاث بهم، وأما الأموات فلا يستطيعون. استغثوها الليل والنهار، يطلع من قبره ويساعدك ويغيثك، ما هو معقول. ميت يمكنه صار ترابا ورميما. نعم. الفرق بين الحي والميت، الحي عنده قدرة والميت ليس عنده قدرة. نعم.